شهر أفريل راح تحتضنوا كل من تلمسان سيدي بلعباس وبشار، ونحن نحتضن الشباب المنظم لهذه الفعالية الممثل عنها زكي صوفي. مرحبا بك. شكرا بارك الله فيك. أهلا. شكرا. بداية خلينا نتعرفوا على هذه الفعالية، صالون الطالب، منين جت الفكرة وماذا يضم هذا الصالون؟ من صالون طالب والأفاق الجديدة خطوة، دونك هذا السنة راح يكون في طبعتها الرابعة. دونك هو مشروع بدا في سنة 2015 من مدينة وهران. دونك الفكرة هو أنه نوفروا فرصة للشباب للتعرف على التكوينات وفرص الدراسة في المستقبل. يعني الشباب يجوا يبحثوا على الخطوة القادمة في حياتهم، منها جاء اسم فكرة. دونك راح نضموا معرض يكون فيه يحضروا فيه الجامعات الجزائرية والدولية، يحضروا فيه مدارس، معاهد خاصة، مراكز تدريب، كذلك المكاتب الوطنية اللي تعنى بالمقاولاتية أو بتشغيل الشباب أو بمساعدة الشباب على بناء خطة، على بناء مشروع مهني. دونك هذه الفكرة، هذا المعرض هذا نزيدوا له بالتواصل مع المعرض، كاين ورشات تكوينات مصغرة، كاين كذلك تدريبات موفرة للطلاب طوال المعرض. الفكرة منطلقها جات من وهران، صح؟ من وهران، نعم. لكن علاش اخترتوا الانطلاقة يوم 15 فيفري بقسنطينة؟ هي درنا ثلاث طابعات في مدينة وهران. السنة الماضية حاولنا نزيدوا مدينة أخرى تكون قريبة لنا، باسكو حنا المشروع بدا من وهران، حنا كل الفريق من وهران. دونك درنا مدينة تلمسان السنة الماضية. الحمد لله الأمور فاتت على أحسن ما يرام. إذا هذه السنة بطلب من العديد من العارضين اللي موالف يشاركوا معنا في الصالون، طلبنا نديروا دورة وطنية. دونك حبينا نديروا مدينة في الشرق، مدينة في الوسط، ومدينة في الغرب الجزائري. دونك وبغينا نبدو من مدينة قسنطينة، يعني نبدو من الشرق إلى الغرب. هذا واش اللي يميز الطبعة الرابعة مقارنة مع الطبعات الأخرى، ولا فيه ربما أمور أخرى راح تضاف؟ هي في كل سنة نحاولوا نطوروا الفكرة، نحاولوا نوسعوا المشروع. دونك اكبر تغيير هذه السنه هو ان راح نديروا عده ولايات، ست ولايات هذه السنه. دونك ست ولايات في قسنطينه جزائر العاصمه، ووهران. قسنطينه 15 فيفري، وهران 17-18 فيفري في جزائر العاصمه، و20 21 فيفري في وهران. بعد في شهر افريل نعاود نديروا دوره اخرى تكون في تلمسان سيدي بلعباس وبشار، وكذا هو اكبر تغيير. لكن فيه دائما اشياء جديده، خاصه في المواضيع المقترحه، في الورشات، في المحاضرات، في عارضين جدد يشاركوا معنا للمره الاولى. في كل سنه كاين تغييرات نحاول نطوروا المشروع. اكون حققتوا للدوره الرابعه، تشوفوا انه الطبعات الاخرى ثلاث دورات حققتوا من خلالها النتائج اللي كنتوا حابين توصلوا لها؟ الحمد لله احنا في كل دوره نحاولوا نديروا تقييم، نتصلوا بالعارضين، نتصلوا بالزوار اللي شاركونا في المعرض، لان ناخذ كاع المعلومات تاعهم. ودائما عندنا ردود افعال، خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي، وين كاين طلبه اللي يقول لك بلي بفضل الصالون قدرت ندخل في هذا التكوين وتعلمت اشياء جديده، ولا بفضل الصالون قدرت نوصل نختار، يعني خاصه الطلبه ولا التلاميذ اللي يكونوا في طور البكالوريا يجوا للصالون باش يشوفوا واش يقدروا يختاروا في الجامعه. دونك هذه اشياء اللي تفيدهم، يعني فيها فائده كبيره للتلاميذ، خاصه لما يجوا يشوفوا يدوا فكره مجمله حول ما يوجد في الجامعه من تخصصات، من الاحتكاك كذلك مع الطلبه اللي يكونوا متمدرسين في الجامعه. يعني كانوا راضيين. واش نوع الانتقادات ربما اللي لحقتكم، ولا الانتقاد ربما اللي تطرحوهم انتم على انفسكم من اجل تقييم الثلاث طبعات وتحاولوا انكم تداركوهم في الطبعه الرابعه؟ الحاجه اللي نحاولوا نطوروها في كل مره هو يعني اشياء تنظيميه، خاصه من ناحيه الوقت، يعني استغلال الوقت على احسن صوره. كذلك نحاولوا دائما نجيبوا عارضين جدد يكونوا حاضرين معنا. هذا ماهوش امر سهل من اجل اقناع كل العارضين باش يحضروا. نحاول ثاني كما هذه السنه على سبيل المثال، هذه السنه الحاجه الجديده هو انه المدارس العليا راح تشارك بقوه في الطابعات القادمه. ما كانش معنا بزاف مدارس عليا، كانت مدارس خاصه على الاكثريه تشارك، المدارس العليا الوطنيه ما كانتش تشارك. هذه السنه الحمد لله قدرنا نقنعوا المدارس العليا الجزائريه باش تشارك معنا، خاصه من جزائر العاصمه. في طابعه جزائر العاصمه تقريبا كل المدارس العليا راح تكون حاضره. دونك هذه الاشياء اللي نحاولوا نطوروها. كذلك نحاولوا في كل مره نقترحوا مواضيع جدد في الورشات، في المحاضرات. ربما اكبر انتقاد اللي جينا من طرف الزوار هو ضيق الوقت، يعني صالون نديروه في يومين ثلاث ايام على اقصى تقدير ما تكفيش، لكن للاسف العارضين ما يقدروش يقعدوا وقت اكثر من ذلك لالتزاماتهم المهنيه.
وتشوفوا أن الجولة هذه اللي راح نديروها في ولايات مختلفة راح تقضي على هذا المشكل ولا النقد اللي جاكم حول الوقت، بما أنه في كل ولاية راح يكون نفس الشيء، كأنه راح تقضي تقريبا يوم واحد في قسنطينة، يومين بالعاصمة، يوم واحد في وهران، يومين في وهران، ثلاث أيام بالعاصمة، لا يومين في وهران، وعندكم يوم 21 في وهران، يومين في وهران ويومين في العاصمة. اوكي وهذا الوقت راح يكفي؟ راح يكفي، لانه عاده بالي كي نديروا الصالون في وهران يجونا، كانوا يجونا الناس من العاصمه، زوار يجونا من العاصمه، دونك لما نديروا الصالون في العاصمه يعني عندهم متسع من الوقت للمشاركه في مختلف الورشات. لما شاب يعني يسافر من اجل المشاركه في الصالون عنده عده بضعه ساعات يقضيها في الصالون، لكن لما يكون صالون في المدينه تاعو عنده كامل اليوم او اليومين باش يقدر يعاود يزور المعرض ويتلاقى مع عارضين، يشارك في الورشات، يشارك في التكوينات. دونك هذه هي احسن حل لقيناه لهذا المشكل، لانه كما قلت لك العارضين ما يقدروش يقعدوا اكثر من يومين او ثلاثه على اقصى تقدير، خاصه اللي يجونا من دول اجنبيه ما يقدروش. والعارضين راح تستثمروا ولا تستغلوا العارضين المحليين في كل منطقه تزوروها، ولا هذه الرحله راح تكون قافله وتديو معكم كل المعارضين وغيره؟ احنا في كل مدينه كاين العارضين المحليين وكاين المدارس العليا الوطنيه اللي يشاركوا في كل المدن. العارضين الاجانب ثاني اللي جونا ثاني يشاركوا في كل المدن، ولكن في كل مره يعني لازم تكون طبعات تكون عندها صبغه محليه، دونك نعرضوا. كيفاش قدرتوا تضبطوا كل هذا البرنامج وتضبطوا ايضا تنظيم ربما مثل هذا الصالون، بما انه راكو متمركزين في ولايه، ولايتين، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، ست ولايات؟ كيفاش؟ والله هي نحاولوا نسقوا مع يكونوا عندكم شركاء محليين. نعم شركاء محليين، احنا نتعاملوا بصفه عامه، نتعاملوا مع النوادي الطلابيه. اوكي يعني النوادي الطلابيه اللي نحييهم من هذا المنبر، يعني يقدموا اضافه كبيره للصالون. دونك كل مره نحب نديروا ولايه نتصلوا بالنوادي الطلابيه الموجودين في هذيك الولايه ونسقوا معاهم امور تنظيميه وامور لوجستيكيه من اجل انجاح الحدث. يعني في كل حقين في التحضيرات انه الموعد راح يكون يوم 15 من شهر فيفري. احنا الحمد لله نحن على استعداد، يعني كل شيء راه واجد. دونك دروك رانا في لا ديرنيغ ايطاب، في اخر محطه اللي هي الاشهار والتكلم عن صالون، ولا يعني دعوه الزوار، دعوه الفاعلين في مجال التكوين. راح ندعو كل مدراء الجامعات، مدراء المدارس العليا، مدراء حتى الثانويات. دونك انا في اخر والمؤطرين آخر اللي قلتوا راح تستعانوا بخبرات اجنبيه ايضا. نعم. هل من اسماء بارزه راح تكون تسجل حضورها وقبل دعوتكم؟ هي ما عندناش اسماء يعني بينها، هي مؤسسات خاصه. دونك عندنا مؤسسات، عندنا على سبيل المثال جامعات من تونس كانوا حاضرين معنا، جامعات من بريطانيا، عندنا كذلك سفارة كندا راح تكون حاضرة معنا، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. دونك هادو كاع اللي حضروا معنا في الصالون من أجل يعني باش يوروا للشباب الخبرات الموجودة في تلك البلدان اللي عندهم ربما متقدمين إلى نوعا ما في مجال خاصة التكوين العالي. دونك حنا نستفادوا من الخبرة تاعهم والاحتكاك تاعهم مع الفاعلين في التعليم العالي في الجزائر من أجل بناء شراكات في المستقبل. هذه هي الفكرة. كلهم ضيوف عند المنظمين لصالون الطالب خطوة، كل هذه الأشخاص المشاركين الرسميين من هيئات وغيره، أسماء أيضا. كيف ظروف الاستقبال، تحضيرات وغيره، التكفل، كيفاش راح يتم؟ وشكون هو اللي راح يعينكم من أجل أن يكون فيه نجاح حقيقي لمثل هذه الفعالية؟ لا والله ما عندناش يعني الحل الوحيد في مثل هذه التظاهرات هو البحث عن ممول، دونك عن طريق صيغه سبونسورينغ. دونك نحاولوا في كل مره نتصلوا بممولين اللي يحاولوا يساعدونا في الصالون، ممولين يتحفزوا لمثل هذه الفعاليات. احنا اصلا نروحوا غير عند الممولين اللي عندهم علاقه بمجال التكوين، بمجال التعليم العالي، بمجال الدراسه، مؤسساتي وغيره. نعم دونك هما طبعا يكونوا مهتمين بالاحتكاك بالطلبه، بالاحتكاك
مؤسسات تعليميه لانه هذاك هو البزنس تاعهم يكون في هذاك المجال. والايواء وين راح يكون؟ ضبطتوا الاقامه للاشخاص اللي راح يرافقوكم؟ هي الاقامه مفتوحه لكم انتم ايضا كمنظمين؟ احنا الاقامه مفتوحه يعني ما عندناش شروط ايواء ولا يعني العارضين لما يجوا يتكفلوا بانفسهم بحالهم. اوكي. لانهم هما ثاني جايين في اطار بزنس كذلك. نعم. برافو عليك زكي صوفي. اذا الموعد راح يكون يوم 15 من شهر فيفري بولايه قسنطينه، 17 18 بالعاصمه، 20 21 بوهران. اما في شهر ابريل راح يكون هذا الصالون الطالب تحت شعار خطوه بكل من تلمسان، سيدي بلعباس وبشار وبالعاصمه. راح حاضر معنا زكي صوفي منظم هذا الصالون. شكرا لك. شكرا، بارك الله فيك. شكرا للاستضافه. اذا كان عندك ربما نداء توجهه للطلبه ولا الاشخاص اللي همهم الامر، يعني ولا دعوه؟ الدعوه الحاجه اللي ناكدوا عليها في كل سنه هو انه الدعوه عامه للجميع، الدخول مجاني وبدون تسجيل، لانه هذا هو السؤال اللي جينا بكثره على عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الدخول مجاني للجميع، ليس فقط للطلبه الجامعيين، يعني اي انسان مهتم بالتكوين، مهتم بتطوير نفسه، بتطوير ذاته، يمكن له يجي يستفيد من مختلف التكوينات الموجوده في الصالون. ونعاود ناكد على النقطه انه ما كاش تسجيل مسبق، يعني اي انسان يقدر يجي ليوم الصالون ويدخل ويستفيد من كل الاشياء المعروضه في الصالون. برافو عليك وبرافو على كل الشباب النشط في احياء مثل هذه الفعاليات. زكي صوفي، نورتنا باطلالتك وحبينا حضورك، وحبينا ايضا فعاليه الصالون الطالب خطوه. مكملين في خطواتنا مشاهدينا ونعيش مع بعض عمر البرنامج بكل ما فيه من محطات وخدمات صباحيه. فاصل غنائي نروح من خلاله لنفوسنا وراجعين. يلا تفضل.